ما كنت اخذ نص قرش وقرش اروح اشيبها برقه ولا اشربها كذا ولا اشربها كدا. كنت احافظ قرش عشان اجمع لليوم الثاني، فاحط قرش على قرش ونص قرش مع قرش صارت قروش. من جمعي من قرش ونص قرش وقرش جمعنا قروش وصار عندنا اللي ما قسم الله عليه. يصنف كاحد اثرى اثرياء الارض، يمتلك من المال ما لا تملكه دول برمتها، فأرقام ثروته تتغير في الدقيقة والثانية، حتى قيل لو أن رجلا حصل على ما يحصل عليه الراجحي في يوم واحد لقضى بقية حياته غنيا. أنا لا أعتبر نفسي ثري، أنا ما عندي، أعتبر نفسي فقير لله، أنا من الفقراء المساكين لله، فأنا من أفقر الناس لله سبحانه وتعالى. تصنفني فقير؟ نعم أتقبل منك، لكن صبرني ابنك فرغني؟ لا من ابنك فرغني. هم استندوا على الأقل إلى أرقام إلى تقديرات. تقديرات كل يقدر على كيفه، ما حد يمنعه. عصبة الأموال المتحدة يدرس فنون جمع المال قرشا قرشا لكل المقربين منه. وأن الإنسان استخلف رب العالمين جل جلاله على المال، فكان ناظرا عليه يتحفظ ويحافظ عليه ويكون حريصا عليه وينميه ويشتغل فيه ويتعب معه، ونتيجته لغيره. بدأ حياته فقيرا معدما، لتتحدث بعد ذلك خبرة أجيال في صوت رجل. الحمد لله أنا أملك طيارات، أنا أملك تقريبا حوالي 100. أنا أفقر من المراحل وأملك طيارات مثلك. أنا أملك أحيانا طيارة. ليش ما اشتريت طيارة؟ بتذكر في السياحية ب 100 ريال أركب وتاصل، واللي يملك طيارة كاملة ولذا كله طيران 10 ساعات. هذا كلام اشتهر عنكم، هذا كلام شيخ ليس بجديد، لكن الجديد اللي نبحث عنه اليوم، لماذا الشيخ سليمان في حياته لم يعني يكن مرفها حتى اليوم؟ أنا مرفه طالما أني الحين مالي سرحته، والآن أصبحت ما أملك ولا شيء، وأنا بنفسي وقف، هذا أكبر رفاهية. الجلوس مع هذا الرجل لدقائق قد يكلفه الكثير من المال، إلا أن تجربته في جمع الثروة على مدى 80 عاما ثم توزيعها في أيام بين أبنائه سر كبير لا يتردد في إسماعه للآخرين. بعد ما وزعت مالي وعطيت الأولاد حقهم والبنات حقهم وزوجي حقهم وطلعت الوقت، أنا أعتقد ما في أسعد مني أحد، وأنا مرتاح وسعيد لها. الراجح اليوم لا يملك إلا ملابسه التي يرتديها كما يقول، إنه الزهد في الدنيا وحب الأبناء والذرية، صورة سيحفظها له الزمن وسيتذكرها كل المتخاصمين من أبناء الأثرياء غيره. من الرياض فهد بن جليد لبرنامج MBC في أسبوع.